حضارات النظارة أحباء الفيفا 17، مرحبا بكم في يوتيوب في سلسلة رود تو جلوري لفريق الألتيميت تيم، فريق لجميع اللاعبين توانسة. كما تشوفوا المباراة الأولى انتصرت فيها 3-0، سنمر إلى المباريات جميع المباريات حتى انتهاء الموسم، ونتمنى أن نتمكن من الصعود من الدرجة 10 للـ9. هذه سلسلة رود تو جلوري فور تونيزيا ألتيميت تيم. إذا كرة عند العكاشي، يمشي العكاشي تقص الكرة، يلعب لمبوط حذاء بستة أمتار، كرة عند عزوني، حرباوي عنده الكرة يهرب، حرباوي يمشي يمشي يوزع بالراس توس قار، والكرة جانبية، يمشي كرة ستة أمتار تقسم من يوانتوس قار في فرصة كبيرة يسدد، والحارس يتصدى، حارس سيجلر يتصدى الكرة ذي، شاهدوا العملية بصورة بطيئة. خزري بشي يوزع ركنية، وهبي الخزري يوزع براس، والحارس تمشي الكرة عند فريق المنافس، يوزع عبد النور يبعد الخطر، تمشي من الصخير يبعدها، دعكيشي الحرباوي تتقصله، تمشي كرة عند المنافس أليكس هانتر، ويمررها الفيديلا، وفيديلا الكرة تصطدم على العارضة وتخرج. هذا اللاعب رقم 8 أليكس هانتر، نجم الجورني في الألتيميت تيم، سوف تشاهدونه في هذه المباراة، إنه يلعب حاليا. تمشي كرة عند والترز يمرر، أليكس هانتر يسدد، ونبوحي يتصدى، تصدي كبير لنبوحي، أليكس هانتر يوزع الركنية، تمشي كرة بوخ، والنبول حيتصدى مرة أخرى ركنية، هانتر يوزع ورا على الستة أمتار، يبعدها على خط المرمى، يا رب يبعدها المدافع، والترز والحارس يتصدى، وهانتر يخرج المرمى. مباراة كبيرة ذي، تمنى الفوز للفريق التونسي. شاهدوا أمامنا في الشاشة أليكس هانتر نجم الجورني في فيفا 17، بن علوان عنده كرة، تمشي كرة عند بن علوان، يمرر للعكاشي، العكاشي كرة عنده، يقدم هرب العكاشي، أوه على العارضة، اختيره من أحمد العكاشي على العارضة، فرصة هدف ضيع لفريق تونس، يوان توسكار علاقي، والدفاع ترجع من الصخيري، صخيري يمرر، الحرباوي في فرصة سانحة للتسجيل ضايع، أحمد العكاشي مرة أخرى، والكرة الجانبية بعيدة. إذا انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0، شاهدوا لاعبين، هناك العزوني مصاب، يخرج ويخلي مكانه العربي، تمشي توسكار يمرر، علاقي يمرر، خزري بين زوز مدافعين يمر، يمشي خزري يوزع الخزري، وكرة عند الدفاع، تمشي حرباوي فوق الكرة، حرباوي يشوت تضرب الديفانس، وترجع مرة أخرى، والخزري يسدد، وسيجنر يتصدى. سوء حظ لفريق تونس، جاته برشا فرص للتسجيل، وفي هذه اللحظة بالذات يعني الحكم يأتي الشوط الأول 0-0. إذا كان التغيير قبل حين لم تكن نهاية الشوط، الآن نهاية الشوط. كنا نشاهد أليكس هانتر على الشاشة،
إذا النتيجة هي 0-0 في نهاية الشوط الأول أمام الإحصائيات. 75 دقيقة مرت ولم يسجل أحد من الفريقين. هذا تمكن فريق التوانسة أن يسجلوا هدف. فريق التونسيين محترفين في الخارج الموجودين في لعبة فيفا 17 نتمنى الصعود إلى الدرجة التاسعة والمواصلة ودائما حتى نصعد إلى القمة. هذا المستحيل ليس تونسي تمشي كرة عند هانتر يمر هانتر يراوغ هانتر راوغ بيلي فريق كامل يصعد ثم بين ألوان تضرب بعدها كان يكون هدف تقدر يلعب كرة هانتر مخت أمان وصامة أحمد العكاشي يصاب. إذا نحسب إصابات بالنسبة لفريق التوانسة بعد إصابة لفاتت إصابة أخرى. إذا العيار ياخذ مكان العكاشي يصاب العزوني يصاب العكاشي تمشي هانتر يمرر بوخ يمرر هانتر يسدد الحارس يتصدى على مرة أولى ثم ترجع على هانتر وهانتر يماركي في المرة الثانية. إذا هدف أول الفريق المنافس تمشي كرة عبد النور ترجع بن علوان العربي حياري يمرر توسقار وجه لوجه يسدد توسقار بعيدة من توسقار تمشي هانتر والترز مرة أخرى هانتر وجه لوجه هانتر وجه لوجه ويحط يده في الزاوية اللوطة وتكون هدف ثاني. صعيبة الكرة ذي توسقار يهاجم توسقار يمشي شوت من بعيد وبعيدة تمشي كرة أليكس هانت والترز وجه لوجه يسدد والمبوحي يتصدى يتألق لهنا المبوحي يفسخ هدف هانتر يوزع بالرأس متر ساكا ترجع مرة أخرى بالرأس من متر ساكا بن علواني بعد اختار تمشي والتر يمرر الهانتر والهدف هدف ثالث أمامنا هانتر على الشاشة يسجل هدف الثالث والهاتريك بالنسبة لي في هذه المباراة هو نجم المباراة اليوم يسوء حظ وتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 سجل أهداف هانتر ويبقى سجلنا 3 نقاط. إذا المباراة التالية في الحراسة المبوحي عبد النور بن علوان أمامنا بن حتيرة بن يوسف الصخيري العربي خضري علاقي حرباوي وتوزقار أتمنى الفوز بالفريق أن يحقق نتيجة إيجابية أن يحصد النقاط هذا في الإمكان. شفنا الشيمي 84% إذا رغم أن جميع اللاعبين في المراكز متاعهم وفرد جنسية مع عدال مبولحي فأنا الشيمي ضعيفة 85 ولكنها تقوى بمرور المباريات. هذا اللحمة بين اللاعبين تقوى الشيمي شوف هذا الشيمي متاعه 40% عنده 1-2-3-4 برونز 1-2-3-4-5-6-7 ذهب يعني فريق قوي متوسط. شيمي 40 الحارس برونز يعني كما قلنا المستحيل ما هوش تونسي تمشي كورة فريق المنافس عنده كورة يسدد من بعيد والكورة جانبين رقم 10 ذاك أمامنا
ساوند جاز اسمه، تمشي كورة تقسم الخزري، خزري يوسع عند الحربيوي يركع بالزر يمر توسقار، توسقار يقدم توسقار، توسقار جانبية عالية، تمشي كورة كورة كتيرة ذي لعب في منطقة العمليات ويتصدى لنبوح على مرة وعلى مرتين، تمشي كورة ساندر شو يعمل ساندر سدد ويسجل هدف، إذا الفريق كارتاغو إيجلز متأخر في النتيجة، تمشي توسقار العربي 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 قدم يسدد وجانبية غريبة، خيري حربيوي حربيوي يسدد مرة أخرى جانبية، سوء حظ سوء حظ كبير، عبد النور العربي حربيوي 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 حربيوي، وهذه كرة ضعيفة في دي الحارس، تمشي كرة ساندرز صاحب الهدف الأول شو يعمل يسدد ونبوح يتصدى على مرة أولى وعبد النور يبعد الكرة في التماس، تمشي كرة توسقار توسقار يسدد ضعيفة في الدين الحارس، ثلاث دقائق وقت ضايع، تمشي كرة ساندرز تتقسم بن يوسف ترشح مرة أخرى، بن علوان عنده كرة بن علوان يبعدها في هذه اللحظة بالذات يعني الحكم نهاية الشوط الأول في تأخر فريق نسور قرطاج هدف مقابل صفر كما تشاهدون، حربيوي 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 سدد وجانبية، حربيوي تمشي كورة يعني في هذه اللعبة الحربيوي حرق شعره رغم اللي هو شعره طويل، تمشي توسقار 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 عالية، ترجع من عبد النور حربيوي مر خرج في البروفوندير توسقار 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 ماركي المريضية توسقار على البار، الكرة على العارضة أمامنا يوان توسقار صاحب العملية الأخيرة شاد بالعملية البطيئة، كرة على العارضة الكرة ما تحبش تدخل بالكل قد ما جات من فرصة للمسور خلطاز ما نجمتش حبتش الكرة تدخل، لعب الخازي في تنفيذ الركنية يا خصائي دائما لعب الخازي خازي واسع والكرة في دين الحال فما فما خالف الحال عبد النور قصر ألفونس فرانس برنار ساندرز بنيت ترجع نسيان بن يوسف مباشرة للعربي العربي فهم الحربيوي يطلب الكرة فهم توسقار تمشي كرة توسقار مرة للحربيوي جميلة ذكية والهدف باب 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 ماذا بونتو من الحربيوي وأخيرا الكرة دخلت الشبكة يليه والهدف الأول لنسور قرطاج وأخيرا الكرة حابت تدخل، شاهدوا الاحتفال وفرحة اللاعبين شاهدوا بالعمل الصور البطيئة عملية الهدف شاهدوا بعيدة على الحارس في زاوية ميتة كرة تدخل الجول عند الحربيوي أمامنا على الشاشة صاحب الهدف، إذا واحد واحد تمشي برنار يسدد ترجع ساوندر يسدد ونبول حيتصدى نبول حيتصدى يتألق أمامنا، إذا ما عدا البوحي في جميع اللاعبين تونس لأنه ما فماش جول تونسي في اللعبة، توسقار وكرة جانبية غريبة في آخر المباراة يضيع توسقار توسقار يمر للعربي العربي يسار والكرة جانبية
من سوء الحظ الكرة الجانبية. وفي هذه اللحظة بالذات يعني الحكم نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف. صاحب الهدف حربي الحربي حمدي الحرباوي بعد تمريرة ذكية من يوان توسكار. إذا نهاية المباراة ونقطة في سجل الكونتور متاع نسور قرطاج، شاهدوا 1-1، ساوندرز يسجل في دقيقة 17 والحرباوي في دقيقة 73. كانت مباراة جيدة، كان بإمكاننا أن ننتصر أمام إحصائيات اللاعبين. حرباوي أحسن لاعب 8.3، إذا هدف مقابل هدف. بن يوسف معدل 7.7 كأحسن لاعب. إذا 4 نقاط يتغير سجل النقاط ويصبح إلى 4. إذا نمر للمباراة المتالية، عندنا البورحي حارس مرمى، عبد النور، بن علوان، بن يوسف، العربي ياخذ مكانه بعد الإصابة، كذلك بن حتيرة ياخذ مكانه، وهبي الخضري، سامي العلاقي، حمدي الحرباوي في الهجوم، يوان توسكار وأحمد العكاشي، 3 ريوس حربة، خطة 3-4-3. والشيمي 81%. إذا نبحث عن المنافس الآن مباشرة عبر طريق عبر شبكة الإنترنت، إذا نجد منافس وستبدأ المباراة الآن. نتمنى الفوز لنسور قرطاج. أمامكم على الشاشة قرطاج وإيدي نسور قرطاج. إذا اختيار الأزياء، كل واحد اختار الزي اللي يناسبه. أنا اخترت في اللعبة هو أحمر وأكحل. سوف نشاهد خطة المنافس، تشكيلته ولاعبيه. أمامنا 1-2-3-4-5 فضة، 1-2-3-4-5-6 ذهب، والشيمي بتاعه 51%. إذا نبتدأ على بركة الله المباراة في ستاديون أوروبا. تمشي كورة جالات، تقطع من عبد النور، تنكرا، بن علوان، بن علوان يوسع، تمشي حمدي الحرباوي، ترجع كورة أحمد العكاشي، العكاشي عنده كورة، العكاشي يمرر مخطأ، تمشي كورة ليدلي، تنكرا عنده كورة، تمشي برايت يسدد، وهدف جميل. إذا بصراحة حبيت أقول الفيو متاع اللعبة ما تساعدش، ما هيش مناسبة بالنسبة للعب، ما تلعبش معناتها في الآخر. شوفوا كيفاش جالات، رغم الفرص المتاحة ما فماش أهداف. شوف العربي شو يعمل، العربي تتقصل كرة تتفك ترجع له وتخرج تماس. الفيو يعني ما هيش باهية، بكل إن شاء الله الماتش الجاي نبدلوا الفيو ونشوفوا النتيجة تتحسنش. إذا نهاية 45 دقيقة بتتقدم فريق المنافس 1-0. العكاشي تتقصلوا من جاليات، تفكروا توسكار عنده يسدد وبعيدة، شاي الكرة ديما بعيدة،
لاتور يمرر سيزار يدخل 18 متر يوزع سيزار بالراس كاميرا والهدف باتا في دفاع نسور قرطاج والهدف الثاني من كاميرا تمشي كرة عبد النور بن حتيرة يمرر توزقار عكيشي يمر العكيشي يسدد من بعيد وكرة جانبية شد راسه العكيشي كاسيلا سيزار ويستوود ليدلي كامارا تونكارا تقصلو من الخزري ترجع ليدلي كامارا اختير لاتور نفس عملية الهدف بالراس تونكارا ولا هدف الثالث نفس عملية الهدف الثاني نفس البهتة نفس العملية ليدلي سوء حظ وراو سبب فشل نسور قرطاج شادوا العملية ليدلي وهدف الرابع نتيجة ثقيلة سبب ان هذه النتيجة ثقيلة وسبب هذه الهزيمة وسبب سوء الحظ كلهم الفيو باش نبدلوا الفيو ونشوفوا اللعب يتحسنش والنتيجة تتحسنش مازال عنا اللعب عدد مباريات ويجينا نحصلوا 9 نقاط باش نصعدوا وان شاء الله نربحوا ونصعدوا رغم تشوفوا كأنه الخاص المنافسين صعاب وهم مهمش صعاب ولكن فما مشكلة تنحلوها إذا نبقاو فما 6 مباريات متبقى شادوا الفريق المنافس 1-2-3-4-5-6-7 ذهب 1-5 1-2-3-4 برونز الشيمين بتاعه 35% إذا إن شاء الله مربوحة في هذه المباراة باش نبذلوا كل جهدنا باش نربح إذا الفيت بدلت والحمد لله تمشي الكورة حربية يمر قويدية والمرة في المباراة ينزل قويدية يمر قويدية يدخل 18 متر يسدد قويدية والهدف الأول من قويدية يبي وأخيرا يتسجل الهدف في وقت مبكر في 6 دقائق لعب 6 دقائق لعب والنتيجة هدف مقابل 0 موعد ستتحقق إن شاء الله يبقى المستوى هكا ونشوف هدف أخرى ونفوز في الأخر ونحن 3 نقاط أمامنا محمد قويدية على الشاشة تمشي الكورة وهبي الخازري حمدي الحرباوي يمرر بسكيل الخاوي سيف الدين الخاوي حمدي الحرباوي يمر يدخل يشوط حمدي الحرباوي فوق عالي الكرة المبوحي يلعب كرة طويلة مباشرة من المبوحي للحرباوي حرباوي والهدف الهدف الثاني في الدقيقة 11 دقيقة 12 12 دقيقة والهدف في معدل كل 6 دقائق الفريق نسور قرطاج يسجل هدف شوف كيفاش إيليه شوف التسديدة من بعيد حط هالو جاب هالو كرة تسكن الشباك حمد الحرباوي أمامنا على الشاشة تمشي الكرة ترجع نسور قرطاج خضري حرباوي حمد الحرباوي يتوغل يخرج 2 لاعبين مدافعين يمرر وسيف الدين الخاوي والهدف الثالث في دقيقة 14 بعد دقيقتين لعب سيف الدين الخاوي والهدف شاهدوا مهنا شو حمد الحرباوي يمرر في طبق سيف الدين الخاوي يحط الكرة في الشبكة مهنا سيف الدين الخاوي على الشاشة 3 أهداف في 16 دقيقة ديلغادو هيربرت يعمل
جاني بيع تمشي كورة ألساندريني ألساندريني يمر يدخل يسدد في دين البولحي البولحي يلعب كورة طويلة تمشي كورة من الحرباوي للخاوي خاوي 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 جاني بيع حتيرة من الخاوي ترجع كورة من الحارس ترجع من بن حتيرة للخاوي سيف الدين الخاوي حامدي الحرباوي حامدي الحرباوي حرباوي سدد الكورة جاني بيع إذا فرص ضايعة من نصور قرطاج وأهداف هيربرس هيربرس 3 أهداف لحد الآن علاج أمامه أمامي تمشي الكورة ترجع من الخاوي ترجع من إنجلز إنجلز يمر يمر ومرتين وترجع كورة مخالفة تتعب بسرعة لساندريني والبول يتصدى ولساندريني وضع هدف الأول هدف للفريق المنافس تمشي كورة محمد علي يعقوبي بشارع بالمخالف أمام علي يعقوبي على الشاشة يمشي علي يعقوبي يلعبها طويلة ترجع من ديلجادو هيربرت لافاليا ألساندريني لافاليا لافاليا محمد علي يعقوبي بن يوسف جوايدية حرباوي حمدي الحرباوي حمدي الحرباوي فرصة هدف فرصة هدف يسدد جاني بيا تمشي الكرة حمدي الحرباوي ترجع الكرة إذا 3 دقائق هو كوقت ضايع تمشي بن حتيرة ترجع الكرة باقي الكرة بن حتيرة مروح الحرباوي يطلب الكرة الخزري خاوي تمشي الخزري تمشي الخزري خزري عنده الكرة خزري شو باش يعمل يوزع خزري تمشي سامي العلاقي وهدف جميل من سامي العلاقي في الوقت الضايع 4-1 من نسور قرطاج 4-1 وكورة مشيت معانا قلنا سابقا للمنافسين وهم صعاب ولكن كانت فما مشكلة وتحلت شوف أمامنا سامي العلاقي مالا هدف ومالا بونت أمامنا على الشاشة سوى في هذه اللحظة بالذات يعمل الحكم نهاية الشوط الأول بالانتصار وتقدم نصور قرطاج 4-1 أمامنا سامي العلاقي على الشاشة عنده تسديد أو هدف واحد من تسديد سجل هدف سجل في دقيقة 7 جوادية في دقيقة 12 حرباوي في دقيقة 15 خاوي في دقيقة 45 سامي العلاقي إذا إحصائيات الشوط الأول 51% افتكاك كورة 4 تسديدات على المرمى منهم 8 تسديدات في الجملة مخالفة وحيدة للمنتخب النسور قرطاج إذا 4-1 نتيجة باهية نتيجة مطمئنة للفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط ثمينة في هذا السباق سباق الألتيميت تيم إذا سنمر مباشرة للشوط الثاني أتمنى أن نشاهد أهداف ولعب جميل تمشي الكرة محمد علي يعقوبي خاوي عنده الكرة ومخالف تهور من المدافع ذا كان عرق الخاوي ويتحصل على ورقة صفر ورقة صفرة مستحقة لإينيكو بوفيدا إذا شادو تهور تاكل يستحق عليه ورقة صفرة تمشي بوفيدا صاحب الإنذار بوفيدا وشنو فما إصابة جوايدية صاحب الهدف الأول يصاب مش يخرج مصاب على مستوى الكتف باش يخرج يخلي مكانه يشكون للحرب تستمر المباراة إذا تمشي الكرة هيربرت
ونهاية المباراة في هذه اللحظة بالذات، الحكام يرى نهاية المباراة بانتصار نسور قرطاج 4 أهداف مقابل هدف. أداء جيد بالجملة ولعب جميل ونتيجة ممتازة أمامنا سيف الدين الخاوي هو رجل المباراة ب4 تسديدات على المرمى وهدف. إذن الهدف الأول سجل جواديف دقيقة 7، حربية دقيقة 12، خاوي دقيقة 15، علاقي دقيقة 45، 4 أهداف. أليساندريني ما سجل الفريق المنافس. شاهدوا الأهداف بالصور البطيئة، إعادة الأهداف. إذا الهدف أول من جواديا، هدف جميل في دقيقة، تمشي الكرة حرباوي حرباوي وهدف. إذا أمامنا الهدف شادو حرباوي مرة الخاوي، الخاوي ولا هدف، خاوي ولا هدف الثالث لنسور قرطاج، هدف جميل جدا. والكرة ترجع لساندريني على مرة ثانية يسجل هدف، وهدف هدف أول. ترجع كرة سامي العلاقي، علاقي وهدف، هدف لسامي العلاقي، هدف الرابع والأخير. أمامنا تهور من مدافع يستحق عليه ورقة صفراء أمام سيف الدين الخاوي، هاي أمامنا الورقة الصفراء، حكم بدون تردد، تمشي الكرة، خاوي، خاوي يسدد على المرمى، وكرة ترجع تضرب على العارضة وترجع. إذن محمد اليعقوبي سيف الدين الخاوي الحربية بمعدل 9.0، أمامنا معادلات لاعبين، ثم البوحي 8.9، ثم العلاقي 8.7، بن يوسف 8.2. إذن 3 نقاط ثمينة، سيتغير عدد النقاط. أمامنا سيف بن يوسف معدل 8.2 والنقاط تتحول إلى 7، مازالت 2 نقاط للصعود و 12 نقطة للفوز باللقب. أمامنا التشكيلة في المباراة التالية، البوحي كحارس مرمى، شيمي فريق 80%، تحسنت شيمي، محمد علي اليعقوبي في اللاكس معاه عبد النور، سيان بن يوسف ظهير أيمن، علاء الدين يحيى ظهير أيسر، بن حتيرة وسط ميدان مع وهبي القاسري كوسط ميدان، وسامي العلاجي وسط ميدان. تشكيلة 4-3-1-2، سيف الدين الخاوي وسط ميدان هجومي، في الهجوم زوزلوس حربة، حمدي الحرباوي، ويوان توزكار. إذا مدرب جديد للفريق كما ترون، شادو قبل ذلك بنك الاحتياط، بونو كحارس مرمى، المغرب ماتري فلاكس، وسط ميدان سخيري، وسط ميدان مهاجم العربي، وسط ميدان مهاجم آخر العريبي، مهاجم سفيان موسى، والمهاجم خالد العياري. أمامنا اللاعب جواديا قد أصاب في مباراة فارطة، سيتغيب ل5 مباريات كاملة، إصابة بليغة على في الجسد العلوي، بدن الفوقاني. بن سعادة، بن علوان كذلك مصاب، يتغيب لمباراة وحيدة وهو مصاب على مستوى الرجل. عزوني و أحمد الحكاشي.
مهاجم وهو مصاب على مستوى الرجل ويتغيب بمباراة واحدة. بعد هذه المباراة سيعود إلى مدرب جديد للفريق وهو زين الدين زيدان، مدرب فرنسي ذو الأصول الجزائرية. 80% هي الشيمي الفريق، نبحث الآن عن منافس. سنجي مباراة للصعود، قدرة ربي الصعود للدرجة التاسعة، ومواصلة اللعب، ولما لا الفوز بالكأس. لن نبحث عن المنافس، ها هو المنافس قد جاء، ها هو اف سي الفريدينو. اذا نرى اختيار الازياء وانطلاق المباراه. ما هي التشكيلة نتاعو؟ 1-2-3-4-5-6 ذهب، 1-2 فضة، و3 برونز. الشيمي نتاعو 54%. أمامنا يعني عنده مهاجم أرجنتيني، مهاجم شيليني، وسط ميدان مهاجم سويسري برونز، حارس مرمى إسباني ذهب، ألفريدينو إف سي ألفريدينو. إذن على بركة الله تنطلق المباراة، تمشي كورة. حرباوي توسكار يوسع، والكورة عند الدفاع، ترجع كورة، تمشي كورة. داميا يمرر، وعبد النور قبله، عبد النور يوسع، تمشي بنحتيرة جميلة بالراس، قسم بوبو كاستيلو فالاسيو، محمد علي يعقوبي في المكان، ومحمد علي يعقوبي مخطئ امن، وهدف للفريق المنافس. غلطه من محمد علي يعقوبي، فالاسيو سجل هدف في نهايه كارير بتاعه. اذا تتواصل المباراة ونسور قرطاس كلهم عزيمة على الانتصار وإصرار. توسكار يمر، خاوي يمر في 18 متر، خاوي حتى له ويلي، والتعادل. وين يسكن الشيطان سيف الدين الخاوي، جميلة ياسر، هدف ممتاز، هدف رائع. شاهد كيفاش سيف الدين الخاوي حط هالو، جاب هالو في الدين في 90، في الزاوية 90، امامنا سيف الدين الخاوي امامنا على الشاشة، وسط ميدان هجومي لفريق اولمبيك مارسيليا. تمشي كرة على الدين يحيى، مخت منه كاستيلو، عبد النور امامه قبله، بلاسيو ترجع له، وكاستيلو، هدف ثاني للفريق الخصم. اذا 2-1 حرباوي، تقصر الكره من كاستيلو. اذا نصور قرطاس مصرين على الانتصار والفوز، لا شيء غير الانتصار. خاوي توسكار يسدد من بعيد، ملا هدف، قنبله في المرمى، صاروخ ارض جو، صاروخ تسديده ولا هي، ولا التسديدات البرازيلية، هدف ولا أروع من ذلك. قنبلة صاروخ، الحارس قاعد يتفرج فيها، شاهد أمامنا، شاهد كيفاش الحارس قاعد يخضر لها، حارس تخلع وطاح في القاعة. ملا هدف، ملا بونتو. سيان بن يوسف يلعبها طويلة، تمشي من توسكار، ترجع ميريلو، مابوبو، كاستيلو، فالاسيو، مابوبو، مخترة من بول وورث، والكرة برا. إذا نتيجة تعادل 2-2،
تمشي كرة مع بوبو، توا نحنا 36 دقيقة، بلاص يلعب مع بوبو، مخترم مع بوبو جانبية، أمامنا مع بوبو على الشاشة، هذا اللعب الرستمان، تمشي كرة ما بوبو بالاسيو بول وور بن يحيى بن حتيرة يا رب داميا ما بوبو بن يوسف حمد علي يعقوب يوان توسكار توسكار يمرر الخاوي خاوي يطلب الكرة للخزري خزري الوجه لوجه خزري ما يسمحش خزري ما يرتيش خزري ما يضيعش ولا هدف الأول وهدف الثالث يا ربي هدف الثالث خبرة كبيرة من لاعب الخزري وهدف الثالث والتقدم الفريق بنقطة بهدف هدف ثالث أمام لاعب الخزري على الشاشة لاعب الخزري يسجل هدف بول وورد بالاسيو ما بوبو بالاسيو بالاسيو شي عم يمرر ما بوبو يسدد وفي دين المبولحي جاي مع المبولحي تحب تماركي يا ما بوبو حربوي وكورة في هذه اللحظة بالذات يعني الحكم نهاية الشوط الأول بيتقدم النسور قرطاج 3-1 أمام 3-2 أمام النت وابي خاطر على الشاشة عنده تسديد أو هدف إذا الخاوي في دقيقة 26 توزجار 31 وخزري 45 بينما بالاسيو كاستيلو سجلوا للفريق المنافس إذا 3 أهداف مقابل 2 شاهدنا 5 أهداف كاملة في هذا الشوط شوط أول قوي وغزير بالأهداف بلاسيو في دقيقة 7 وكاستيلو في دقيقة 29 خاوي في دقيقة 26 توزجار 31 خازري 45 3 أهداف مقابل 2 الآن تنطلق الشوط الثاني أنسالدي بالميري مخالفة والحكم يعلن على أسبقية كاستيلو عنده كرة كاستيلو يمشي يسدد كاستيلو بعيدة والحمد لله على المرمى كرة بعيدة شاهدوا كاستيلو تسجل هدف والكرة عالية كرة بعيدة تمشي كرة بن حتيرة يوزع عند توزكار يركح بالزدر تمشي حرباوي يطلب الكرة وتجي الخاوي ويسدد والكرة اللي يستدل الحارس روفي أمامنا الحارس بالاسيو لاعب الأرجنتيني ما بوبو عبد النور يحيى علاجي اتجاه الخاوي خاوي حمدي حرباوي شي عم يمر بالمدافع يمشي الخاوي يزيد يمر بمدافع ثاني وجه لوجه الخاوي يحطها في الزاوية 90 ولا هدف الرابع من حمدي الحرباوي الحرباوي يقول انا هنا ويسجل هدف الرابع وهدف ضربة قاضية هدف الكو في دقيقة 73 حمدي الحرباوي وهدف إضافي لنسور قرطاج يؤمن الانتصار والفوز وحاز 3 نقاط جديدة أمام حمدي الحرباوي على الشاشة إذا علاء الدين يحيى يلعبها طويلة تمشي كورة ما بوبو يمرر عبد النور يبعدها ترجع كرة العلاقي الحكم يعني 3 دقائق كوقت بديل تمشي كرة سامي العلاقي على اليمين يوزع براس ويوان توسكار والهدف الخامس اهو ما 5 يا ابو قلب ويوان توسكار يقول انا هنا كذلك هدف
هدف جميل، مليون تذكار امامنا بالصور البطيئه، ارتماء راسيه وهدف روفيه ما لازم يعملها حتى شيء، مليون تذكار وهدف دقيقه 90 الوقت البديل. اذا تذكار ما بوبو والحكم يعلن عن نهايه المباراه بانتصار نسور قرطاج 5 أهداف مقابل 2، نتيجة عريضة مشابهة للنتيجة اللي فاتت. نزلت البركة على فريق نسور قرطاج، أمامنا زوز تسديدات وزوز أهداف من يوان توسكار، أمامنا على الشاشة توسكار لاعب نادي الإفريقي في الموسم الفارط، أمامنا الأهداف، أمامنا المسجلين والأهداف والنتيجة. إذا مبروك الصعود لنسور قرطاج للدرجة التاسعة، المنافسة الآن أصبحت على اللقب، ونسور قرطاج كله ثقة في النفس بعد النتائج الممتازة اللي حققها، أنه جدير باللقب بفوز بالكأس، وكذلك المواسم القادمة التاسعة، الموسم التاسع والموسم الثامن والسابع. مع العلم أن الفريق نسور قرطاج لا يستطيع أن يلعب الفوت شامبيونز هذه المسابقة، لأن القانون بتاع الفوت شامبيونز يقول أن الفريق يلزم يكون كله من يلعب في ليغا واحدة. وكما تعلمون الفريق اللاعبين التونسيين كل واحد يلعب، فمستحيل كان فريق التونسي وهو يلعب في ليغا واحدة. إذا أمامنا 5 أهداف مقابل 2، توسكار أمامنا، خزري حملو. إذا أحسن لاعب هو توان توسكار، معدل 9.6 أمامنا أرقام اللاعبين الإحصائيات نتائج متاحهم. توسكار هو رجل المباراة، وبشي يتغير الآن سجل النقاط. باقي بن يوسف 7.9، إذا 10 نقاط، نقطتين تفصلنا على اللقب. إذا أنت يلزم انتصار. نمر المباراة النهائية، حارس مرمى البولحي في الدفاع، إذا نفس التشكيلة، شوفوا البول حارس مرمى، معدل أصبح 74 شيمي، حمد لله علي اليعقوبي، أيمن عبد النور في اللاكس، سيام بن يوسف ظهير أيمن، بن علوان ظهير أيسر، بن حتيرة في وسط الميدان، معاه وهبي خزري وسط ميدان، معاه سامي العلاقي كذلك، عودة بن علوان وعودة أحمد العكاشي. إذا حمدي الحرباوي، يوان توسكار، وأحمد العكاشي كانوا ثلاثة ريوس حرب مفترين فريق نسور قرطاج كما تشاهدون. إذا حارس مرمى احتياطي بونو، في الدفاع يحيى، سيف الدين خاوي على البنك، العربي، العريبي، سفيان موسى، وخالد العياري، هما لاعبين الاحتياط. جوادية مازال مصاب، مصاب على مستوى الجسد العلوي، مازال يتغايب 4 مباريات. بن سعادة، ماتري، عزوني وسط ميدان، لما في الريزيرف، وعزوني الصخيري وسط ميدان كذلك. هنا بنغير التشكيلة، بنغير البنك. إذا ماتري شيخ مكان العريبي، كاكا يوليو عنا، زوز مدافعين وزوز وسط ميدان وزوميين،
وحارس زوز مهاجمين مع حارس المرمى، هكا يكون فما بالانس. اذا هو المدرب زين الدين زيدان لاعب المدرب في راسي ذوك اصول جزائريه 74% سوف نتلقى على بركه الله المباراه النهائيه والاخيره. نتمنى كلنا نتمناو لمنصور قصاص باش يفوز. نحن التوانسه شكون ما يتمناش ان ننتصر من الضربه الاولى في المباراه هذه، نفوزوا ونمروا ونواصلوا هذه مغامرة منصور قرطاج. لا يمكن المشاركة في الفوت شامبيون بسبب قانون اللعبة، إذا اختيار الأزياء هذا هو الفريق الخاص بقجاه. نحن أنا بالأبيض وهو أحمر وكحل. إذا عند 1 2 3 4 5 6 7 برونز، 3 ذهب، والحارس المرمى فضة، والشمين 46%، والمدرب برونز، تشكيل 4-4-2 هذا في المتناول، غلبت أقوى منه هذا باش ياكل على راسه اليوم. إذن 4 دقائق لعب، تمشي كرة تماس، بن علوان يلعب تماس، غريبة بن علوان ماهوش في المنتخب، لاعب في الدوري الإنجليزي، خازري، 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 يمر، يوزع خازري، أعطيني راس، توسكار ولا بونتو، توسكار بالراس ولا هدف، توسكار ولا هدف، شو ولا بونتو بالراس، هدف جميل ليوان توسكار. في بداية المباراة في الدقيقة السادسة قلنا اليوم نهارنا، نزلت البركة على نصور قرطاج ولا يلعب ويسجل مفيد الأهداف، كانت تجي فرصه كل ضايعة ولا كل كرة في الشبكة تمشي الكرة لحكاش يقصها، تمشي توزقار 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 توزقار، يتعدى توزقار يتعدى بطريقة فنية، شي عم توزقار يوزع تيني راس اخر توا حرباوي 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 ولا هدف، حمدي الحرباوي ولا هدف، الهدف ويضعف النتيجه، ولا هدف حمدي الحرباوي، والتوزيع اجمل من يوان توزقار، انسجام في الفريق، انسى تشوف عمل ايه بصوار الفاتيه، مال راس حتى له بالدماغ جابها له، اسكن الكره في الشباك عبد الحرباوي امامنا على الشاشه، تمشي الفريق المنافس يمر الكره مخطئ، ترجع كره عند احمد العكاشي اللي عاد من الاصابه، تمشي الحرباوي، حرباوي مر توسكار، توسكار امامه مدافع، توسكار يتيح توسكار والحكم ما يعرض على حتى شيء، هذا الحكم لعمة اللي ما يشوفش، وتوسكار يصابني شو كيفاه يدهان توسكار قد أصاب، ياخو مكانه في رأس حربة قدام بكل حرباوي، ويخرج توسكار ويدخل مكانه سفيان موسى، ما الحكم مداه ما يشوفش شو كيفاه، برا ترجع من بول اختيره بن عتيره بعد اختار بن يوسف، سفيان موسى وتقص الكره، فيليبي لويس يلعب كره اختيره بن علوان يقطع الكره، محمد علي يعقوبي مخطئ منه، مخطئ من يعقوبي، يا يعقوبي الكره تضرب على العارضه وتدخل الشباك، بلاتا يسجل هدف الاول، كانت غلطة سفيان موسى ما يتعداش، تمشي كرة من جولار اي ديليس يلعبها، يلعبها الشيرة اليسار اوتا يمر الكرة، بلاتا مرة اخرى عبد النور يسقط، محمد علي يعقوب يمر يبعدها،
تمشي الكرة من الحرباوي للعكاشي، العكاشي يمر يمشي العكاشي، فاما زادة وإصابة أخرى، يصاب لعبد النور، عبد النور يصاب، فاما لنير قمت بتغيير مخ خالد، أرجع يا خازي لمكان خاوي، حسيش بيه خاوي اليوم، شاكي فيه عاود غلط، يعقوب يرجع، ثم الخاوي يخرج، يدخل خازي في سماعات وقت، حداش الثاني، عبد النور يخرج، هذا مكان الماتي، هذي الماتي يشارك في المباراة، باهي الماتي. ترجع كوية بروح رياضية من الفريق والكرة كرة في طليعة بين علوان، لان إصابة عبد النور وإصابة توزقار، ثلاثة دقائق وقت ضايع، حرباوي يمر بسكيل العكاشي، العكاشي ما يتعداش، باقي كرة الحرباوي واللي بتتقصف الحرباوي، تمشي سيام بن يوسف يمر العكاشي، العكاشي يسدد من بعيد وجانبية عالية من العكاشي، وفي هذه اللحظة بالذات جون الحكم نهاية الشوط الأول، بتقدم فريق نسور قرطاج على فريق المنافس في هذه المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف كل من ثلاثة الفريق المنافس 27، توزقار دقيقة 6 والحرباوي دقيقة 10 وبلاتة دقيقة 27. إحصائيات الفريق الشوط الأول، تمشي الكرة كرة عند لوند محمد علي يعقوبي، ويتيح ليعقوبي، وش يعمل ليعقوبي، اش تعمل ليعقوبي، هد عليه الاربيتر، اها ديريكت الورقة الحمراء، زاد خرج ليعقوبي ورقة حمراء، مالا كفران مالا غلطة يعني من ليعقوبي، فكيت الكورة هبطلو تاكل، كسرو خرج ورقة حمراء، تمشي وهبي الخزري، وهبي الخزري بشي وازع، وهبي الخزري استعاد لتنفيذ الركنية، وهبي الخزري وازع، اعطيني راس لا بعيدة، خزري يمرر الحرباوي، والهدف الثالث في الوقت الضايع في الدقيقة 90، والهدف الرابع والهدف الثالث، هدف الثالث وهدف الاطمئنان، ومبروك لنسور قرطاج الآن، الآن مبروك حمدي الحرباوي في الدقيقة 90 أمامنا على الشاشة، مسجل هدفين، والتوزكار مسجل هدف، توزكاري كان أصاب وخرج، أوتا عنده كرة، أوتا في الوقت البديل نلعب و يعمل هذا قص المباراة، المنافس تقهر وخرج من ألام الهزيمة وقهر الخسارة، خرج وخلاني أنا رابح، وكذي تشوف خرج مؤخرا في نهاية المباراة، مبروك إذا نشوف قد ربحت كوينز متاع الموسم واللقب، إذا مبروك هذا الانتصار، اذا شكرا جزيلا احبائي المشاهدين، سوف ارفع فيديو بعد نهاية كل موسم في سلسلة جلوري، اذا مبروك لنسور قرطاج، مع فيديوهات قادمة ان شاء الله، الى اللقاء.